المنتخب الأرجنتيني العازم على فرح الجماهير الكبيرة التي أتت إلى ملعب المونيمونتال ببوينس ايرس. فرصة المنتخب الأرجنتيني، فرصة خطيرة، يتبغى لميسي، يفعها، الله 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 يا فنان، خطاط فنان رسام كل كلمات الفن والإبداع لا تساوي شيء أمام ما نراه هنا في ملعب المونيمونتال. ميسي ميسي، وأخيرا ميسي يسجل هدف للمنتخب الأرجنتيني بعد الانتقادات التي تلقاها ويتلقاها ميسي من الصحافة الأرجنتينية ومن الإعلام الأرجنتيني. شوف شوف كيف يأتي بالكرة من بعيد، يعود لتمرير إلى تيفيز، تيفيز يرجع إلى ميسي، ميسي يتوغل بفن بروعة بإبداع، يرفع الكرة بطريقة ممتازة جدا. شوف بعد أن خرج رينا لالتقاط الكرة ولل المزاحمة ميسي، ميسي يرفع الكرة بطريقة إبداعية إمتاعية روعة. يا سلام على هذا الفتى الصغير، هدف للمنتخب الأرجنتيني، لا شيء للمنتخب الإسباني في حدود الدقيقة العاشرة من الشوط الأول.